السؤال المنفي. يعني ايه السؤال المنفي؟ السؤال المنفي ده يا اخوانا اللي هو يعني بدل ما انا اقول لك هو انت عايز، هل انت تريد الذهاب الان؟ لا، هعكس اقول لك هل انت لا تريد الذهاب الان؟ ده اسمه سؤال منفي. هل انت لا تريد ان تاكل؟ هل انت لا تريد ان تلعب؟ لا تريد، يبقى انا بنفي السؤال. فانا طبعا لو في فعل مساعد هو اللي بيتنفي وانا بسال، فبقول don't you wanna go او don't you want to go، يعني هل انت لا تريد الذهاب؟ نفس الكلام يا اخوان، لو انا عايز اقول ايوه انا عايز، انا لا اريد الذهاب، فاقول yes I do. لو انا عايز اقول no اقول no I don't. قاعده تكون سؤال منفي نفس قاعده تكون سؤال السابقه هي، ولكن هنضيف هنا not بعد الفعل المساعد بس فقط لا غير. يبقى الفكره كده، يعني لما اقول هنا I don't wanna go now، انا لا اريد الذهاب الان، عايز اسال، هنحط دي في البدايه نفس الكلام ودي مكانها، بس هنا الاي تتحول يو خلاص. فاقول don't you wanna to go now، هل انت لا تريد الذهاب الان. He is smart، هو ذكي. هنا ما فيش علامه استفهام، سوري. He is smart. طب عايز اسال سؤال اقول هل هو مش ذكي، او اقول ايه؟ isn't he smart، isn't he smart، هل هو ليس ذكيا او هل هو مش ذكي. طبعا ينفع هنا استخدم معاها بعض ادوات استفهام، زي هنا مثلا بدل ما قلت don't you want to go، لا هقول why don't you want to go now، يعني لماذا انت لا تريد الذهاب، ليه انت مش عايز تمشي دلوقتي. Why don't you wanna go now؟ لاحظوا يا اخوانا كلمة wanna أسهل من أنا أقول want to. يعني شوفوا كده، أسهل إن أنا أقول why don't you wanna go now، أو الأسهل إن أنا أقول why don't you want to go now. ده الأسهل الأولانية طبعا، wanna على طول، بس زي ما احنا اتفقنا إن دي في الكلام العام وليس في الأشياء أو المحادثات الرسمية أو المكاتبات. Why don't you، قلنا don't بتنطق ضو، يعني هتقول why do you wanna go now، why do you wanna go now، why do you wanna go now. اوكي طيب، ده لو احنا عايزين نختصر يا اخوانا. يعني انا ممكن الاقي الجمله دي تكتب بشكل مختلف، الاقيها تكتب بالشكل ده، not تيجي قبل كلمة wanna، يعني أقول why do you not wanna to go now، بس هنا دي غير مختصرة، الطريقة الأولى هي المختصرة، ولكن لما تلاقي الطريقة دي ما تقولش دي غلط، أو حد يتكلمك بالطريقة دي ما تقولش ده هو بيتكلم غلط، لا صح، دي طريقة للاختصار بنختصرها، فبنقول why don't you wanna go now أو want to go now، هنا غير مختصرة ممكن تلاقي حد بيقول لك why do you not wanna أو not want to go now. كل واحد على حسب ما هو اتعلم على حاجة معينة فيتكلمك بنفس الأسلوب اللي هو اتدرب بيه. زي نفس الكلام هنا، بدل ما أقول isn't he smart، طبعا الاختصار هو الأسهل عشان بس ما نعملش نعقد الأمور على نفسنا، الاختصار الطريقة المختصرة هي الأسهل عليا. يعني الأسهل إن أنا أقول isn't he smart ولا أقول is he not smart؟ لا طبعا isn't he smart على طول، ودي صح ودي صح. خلاص طيب.